الشيء الآخر الذي ودت أن أشير إليه، ربما أن جملة منكم، بعض الناس على كل حال سمعت منهم أن السيد محمد الصدر لم يحضر خطبته جيدا. هذا السيد محمد الصدر غير عميق في خطبته، كأنهم يتوقعون أن أقول هنا درسا حوزويا كاملا في الفقه أو في الأصول أو في التفسير أو في أي شيء. أنا لست مغفلا إلى هذه الدرجة، لكل مقام مقال. وكما أيضا في المثل الآخر شنو؟ أن البلاغة تطبيق المقال مضمون على مقتضى الحال. كذلك كلموا الناس على قدر عقولهم، وكذلك إذا كان الكلم حراما فالصدق غير واجب، لأن الشق الآخر هو السكوت. فإذا أنا أتكلم معكم بلغة الكبرى والصغرى والاستصحاب وإطالة القراءة أمانة وتفهمون مني، عيب هذا السنة. أنا أقول بمقدار ما أجد فيه النص، وأمري وأمركم إلى الله. فمن هذه الناحية طبعا أنا أدرك بوضوح على أنه هذه الخطابة يسمعها كل سامع وليس الحوزة فقط. طبعا نحن نربي الحوزة لكي يربوا المجتمع. ليش؟ لأنه هكذا الاعتقاد التقليدي أو الكلاسيكي، أنه طلب الشباب يفهمون المجتمع أكثر من المرجع. المرجع لغته معقدة ومتدمجة وخاصة فلا يفهمها المجتمع. لا، الحمد لله ربما أرزقتم واحد من هذا القبيل الذي تفهمون محل الشاهد. فحينئذ هذا أيضا يكون ضروري، لا تتوقعوا مني أن أقول شيئا أكثر مما في المصدر.